أعرف تعليق حضرتك على بعض المطار الرباطي تنادي بإلغاء اتفاقية كامل. من يمتلك المعلومة يمتلك القرار. اللي بيقول أنا عايز ألغي اتفاقية كامب ديفيد، اللي بيقول أنا عايز أحارب، اللي بيقول أنا عايز أروح على الحدود، اللي بيقول كل الكلام ده كله بتبقى مشاعر نتيجة اللي احنا بنشوفه من قصف عنيف وغادر وغشيم من القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل ومن أشقائنا في فلسطين. الحقيقة المشهد بنشوفه بطريقة وحشة جدا، وبنشوف قدامنا حاجات ما يتحملهاش إنسان طبيعي، وبنقول إن اللي بيعملوه ده إجرام وجرم رهيب، يعني مخالف لكل الاتفاقيات الدولية وكل المعاهدات اللي. لكن في النهاية احنا يهمنا برضو أيضا أمن وأمان مصر، يهمنا إن لكن كل المشاعر اللي بتقول أنا عايز أخرج وأحارب، لأن اللي الناس اتملت من اللي هي فيها. لا، إسرائيل نجحت نجاح رهيب في إنها تاخد كره العالم كله أكتر ما كانت مكروهة في الأول. أرجع مرة تانية أقول اللي يمتلك المعلومة هو اللي يمتلك القرار في هذا الموضوع. رأي حضرتك في موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية، ورد حضرتك إيه على من يردد أو يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد؟ لا، إحنا دولة بتحترم اتفاقيات حديثة من واحد. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، مصر عمرها ما تخلت عن القضية الفلسطينية. مصر متبنية القضية الفلسطينية من سنة 48 حتى الآن، ودخلنا في من الشهداء استشهدوا عشان القضية الفلسطينية. وحتى في الأحداث الأخيرة دي، مصر الوحيدة اللي شغالة دبلوماسيا سواء إقليميا أو دوليا، أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة، وهي الوحيدة اللي طالبت من الوهلة الأولى بإيقاف الاعتداءات الغاشمة على شعب غزة، على أهلنا في شعب غزة، واللي طلبت لعمل ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثة لأهل غزة، وما وافقتش وقالت إن التهجير الفلسطينيين من غزة ده خط أحمر، مفيش حاجة اسمها أمن القوم المصري، خط أحمر، وعرضت الحل بتاع القضية الفلسطينية انه لابد ان يكون في حل الدولتين، ان الدولتين يبقى كل دولة سواء فلسطين او المحتل يبقى كل واحد ليه دولته مستقل بيها، وهو ده الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، وده اللي متبنيه مصر. ده مش من باب المنطق، يعني ان احنا الغاء اتفاقية كامب ديفيد دي مش من المنطق ان احنا نطالب بإلغائها دلوقتي. احنا اي مشكلة بتحصل، اذا كان زي ما حصل مع اخواننا في فلسطين نزاع المسلح، احنا لازم ناخد الاجراءات والخطوات الدبلوماسية. ما ينفعش الواحد يعمل مشكلة ان احنا نقوم شايلين السلاح ونطلع الغاء الاتفاقية، يعني انت بتخش في حرب مع الكيان الصهيوني.